طيب خلونا نستعرض مع حضراتكم في يعني الجولة دي جولة سريعة بقى لأحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف إلى حد ما في درجات الحرارة، وطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري. النهاردة في شبورة مائية كثيفة في يعني ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء. ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان اللي هتسجل 26 درجة مئوية. أما أقل درجة حرارة فهتكون في سانت كاترين 13 درجة مئوية. نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة بالتفصيل ولكن بعد شوية.